بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم أصدقائي صديقاتي في فيديو جديد على قناتي. أتمنى أن تعجبكم فيديوهاتي السابقة. لمزال ما شاركش في قناتي ما ينساش يضغط على زر سبسكرايب أو أبوني أو اشتراك. ما تنسوش تشغلوا جرس إشعارات لتصلكم فيديوهاتي أولا بأول. ولا نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم على بركة الله. بون، في الفيديو تاع اليوم ان شاء الله راح نقول لكم كيفاش نديروا الانسه الاساسيه هذه اللي خدمتها معكم في الفيديو السابق. هذا الباترون تاعي انا، ماشي المره اللي فاتت خدمت معكم تاع مانكا، بصح دوك راح نخدم معكم تاعي انا. كيفاش نفتحوا هذيك البانسه لهنايا وهذه لهنايا، وكيفاش نحولوها. كما قلت لكم هذه هي البانسه الاساسيه، هذه هي لا باس. من هذه نقدروا نديروا لي بانس الاخرين. بون، انا في الاول كي درت معكم الفيديو السابق تاع هذه الكباري اجستي، قلت لكم باللي هنايا في الوسط في هذا البانسس يترسم خط، وين الخط هذا يجي في النص. هنا درنا العمق تاع البانس درنا 4 سنتيم، دونك درت 2 سنتيم وصلت مع نقطه بي اللي هي راس الحلامه، هي اللي شغل كي نخليها باش نقدر نطوي هذا على هذا. شوفوا، نقدر نطوي هذا على هذا يجي جيست فوق. وها كيما راكم تشوفوا معايا، بسم الله، فوالا. كي نطوي هذا مع هذا يخرج لي الراس تاع الحلامه. ياسو هذا كي نبغوا نسكروا هذه البانسا، هي اصلا كي تخيط هكا باش من بعد تقدروا يخرج لكم البروس تاع الثري. اما بالنسبه لهذه البانسا كيفاش نحلوها، شوفوا احنا انا ديجا انا صمت الخط هذا العمودي هذا باش نعرف وين راح نفتح. دونك شوفوا، انا نبدا اول حاجه بلا غولات عليها باش تسهل لي ما نقطعش القماش ديريكت، ولا عفوا ما نقطعش القاق ديريكت. نبدا هكا شي نفتح بلا غولات هكا، بعدها راح نكمل بالمقص ونفتحها بالمقص. نطويها كيما هكا على زوج، نفتح هنا وهنا ومن بعد نكمل نفتحها شويه ونعاد نرجع لكم ان شاء الله. بون، شوفوا معايا الان بعد ما فتحت هذه نفتحها غير شويه. شوفوا معايا، فوالا راهي مفتوحه هاهي. لو كان نكمل هذه نمشي ديريكت نفتحها حتى لهنا، وهذه كيف كيف نهبط معها حتى لهنا، وهذو الزوج نفتحهم هنايا كيف كيف مع تاع الخلف، نفتحهم في زوج باش نعرف روحي من بعد كي نجي نحط على القماش نعرف روحي كيفاش راح نلقلها. هاد البانسة اصلا راح نفتحها، دونك نفتح هادي ونعاود نرجع لكم لهادي باش نشوفوا التحويلات تاع هاد البانسة ان شاء الله. بون، الان بعد ما فتحتهم كيما راكم تشوفوا هكا هنايا كامل، نسيي نرجع هادو للداخل هكا. شوفوا، نعاود نخلي غير هاد البصمة اللي رسمتها هنايا، نسيي كاع نرجعهم داخل. لو كان نكمل هادي ونرجع نفهمكم مليح. فوالا، شوفوا معايا كيفاش هادي رجعتها لداخل، يعني كشغل هادي ندخلها تولي نحبس عند هاد الخط هذا اللي درت هنايا. نفس الشيء راح نديرها مع هادي وهادي وهادي نتاع الخلف كيف كيف، راني فتحتها ثاني نديرهم نفس الشيء. فوالا، دوك راح ندخلهم ونرجع لكم ان شاء الله. بون، شوفوا معايا الان بعد ما رجعتهم لداخل كامل في 4 1 2 3 4 وهادو 5 6 7 8 قاعد رجعتهم داخل. دوك واش نسيي ندير باش تشوفوا الباترون تاعنا كيفاش خرج لنا جوست. دوك نسيي هادي نرجعها لهادي هنايا باش نوري لكم ابل باك كيفاش راح يخرج لنا. وهادي نلصقها مع هادي باستعمال هاد السكوتش تاع القاعد، وهادي هاد الباسا كيما قلت لكم. شوفوا انا حكمتها بالسكوتش هنايا، تاني حكمتها بالسكوتش هادي الباسا هنا. شوفوا او بالصبر، شفتوا ها في القاعد وتبان، فما بالكم لو كان في القماش. دخلت هذه البانسا حكمتها زعما سكوتش، هنايا تاني حكمتها بسكوتش. شغل هذه حتى تلبسوها باش تبان، شغل هنا تضيق. بنوري لكم انا واش جربت. بون، انا باش نتاكد باللي المقاييس هذيك اللي درتهم صحيحه، تسيي تخيط هكا بجيلي بالبوبلين. اصلا احسن تجربوها تسيوها بالمقاييس تاعكم وتجربوها. انا جاتني سور ميزور باسكو حنا ما تشوفش على الماركه، ما المقاييس تاعها ماشي كيما المقاييس تاعي، جاوني سور ميزور جاتني هذيك هي. دونك نقدر نخدم بهذاك الباترون اللي درتو للكاباري اجستي ونقدر نخرج منه لي بانس. بون، نرجعو هنا لكاباغي اجستي باش نعملو لكم كيفاش نعاودو نحولو لي بانس من هاديك، نعاودو نحلو نديرو لي بانس وحدوخرين. اول حاجة بون، لو راح يقعد هو وراخ كيما على بالكم، مدرتش معاكم البانسة تاعت الخلف خليتها هي هي نورمال.
خلي صغير البنسة تاع الوسط ونح هذا فوالا. البنسة تاعنا كيفاش شوفوا حتى مالغري راني نحيت بصح شغل مازال تشوفوا الباترون طالع. البنسة لي بنس الاخرين وشنو هما شغل كي تسكروا هذه في اي بلاصه بغيتوا تحلوا حلوا تعاودوا تجيكم بون باش ما يفسد لكمش الباترون تاعكم بما انه على بالكم بلي اخذ مقاييس يتدي وقت وكاكا. خلوا هذا الكابري اجستي تاعكم هو ما تخربوش فيه. خلوا هذه محلوله جيبوا قاغر وحده اخر فورقه ولا ورفضوا نفس الباترون هذا يعني هذا الباترون تلصقوه فوق ورقه واحده اخرى تمشوا بلا غولات تمشوا عليه على كامل الخطوط كما راكم تشوفوا تخدموا بلا غولات بعد ترفدوا بيان سور كما هذه تاعت اليد تخدموها ديروها بلا غولات بعد كي تجي تقطعوا ديروا بالبيروكي باش ما تغلطوش. عندكم بالكاغط عندكم ثاني ديروا بالبلاستيك ولا بابي دو سوا. بون مثلا هنا اللي جبت لكم معايا بابي دو سوا راه مطبق لا تشوفوا نحلوا نرجع لكم. بون كيما كنت تشوفوا انا حطيت البابي دو سوا فوق الباترون تاعي راني سكرت هاد البانسا هي الاساس في كاع لي بانس الاخرين. تسكروا هاد البانسا وتحلوا كيما قلت لكم بعد ما تسكروا هاد البانسا هذه تحلوا وين ما بغيتوا. تقدروا تحلوا شوفوا هنايا تقدروا تحلوا هنايا في جوست عند وسط الرقبه تقدروا تحلوا هنايا تقدروا تحلوا هنايا عند الكتف تقدروا تحلوا هنا تقدروا ديروا لا ديكو برانسيس هكا سوا ديريكت ولا مايله تقدروا تحلوا هنا هنايا هنايا حتى لهنا لتحت. المهم عندكم هاد الجهه الفوقانيه هي اللي تقدروا تحلوا حتى هكا هنايا من هنا لهنا لهنا تحلوا دوكا باش ما يدخلكمش هذا الكاباري اجستي تاعكم. ترفدوا هاد المقاييس بيان سور يكون هذا مسكر ومن بعد اللي ديتوه بيان سور غتنساوش ترسموا هاد البانسا هادي اللي ديتوه هو اللي تحلوا وين ما بغيتوا. ومن الموديل اللي راح نديرو ان شاء الله راح ندير فيه لا ديكو برانسيس من هنايا. المره اللي فاتت كنت درت معكم في هذاك في الفيديو تاع تحويل قفطان الى كراكو درت معكم لا ديكو برانسيس بالطريقه العشوائيه. اليوم ان شاء الله راح نديرها معكم ماشي اليوم المره الجايه ان شاء الله راح نديرها معكم بالتحويل تاع البانسا. درك نرسم هذا الباترون مسكر ونقول لكم اش راك فاش راح نفتح. بون قبل ما بديت نرسم بغيت نقول لكم باللي لازم تحكموا مليح مليح بس خاطر ماشي انا درت لي ميزور تاعي وضبطتهم وخدمت الكباري اجستي تاعي بعد ما نحكمش مليح ويضح لي كاع الرسم تاعي. دوك انا كيما كنت حكمتها بلي في ناس بعد راح نرسم كل شيء هذه تاني راح نرسمها وبعد في هذا راح نسكر ونقول لكم شراك فاش راح نفتح. بيان سور ما تنسوش هذه البنسة هذه تاعت الوسط نفس الشيء راح نديرو مع تاع الظهر باش نخلي هذاك الباترون كيما قلت لكم هو لا باز تاعي اللي نخدم منه كاع لي باترون ان شاء الله. شوفوا معايا الان بعد ما رسمت كيما قلت لكم نفذ كاع الخطوط راني راسمه نبدا درك نحي في الـ في الـ في الـ لي بيناس تاعي كنحيهم نعاود غير البلايص اللي كنت داير عليهم بيناس نعاود نسويهم كيما قلت لكم هذه نطويها على هذه ومن بعد نوري لكم ان شاء الله كيفاش راح ندير التحويل البانسا تاعي هاد الطريقه. حتى الخطوط هادو اللي رسمتهم كلهم هنا تاني رسمت فوق هذا كما راكم تشوفوا نفسه نهزو ما نخلي حتى شي حاجه حتى دوك الدوائر كامل تاني نرفضهم. شوفوا دوك تشوفوا معايا كلشي رسمتو شوفوا معايا كلشي راه مرسوم. دركا واش راح ندير راح نقطع هاد لو باترون تاعي شي يجيني ساهل ونصم تاع الخلف ونرجع نكمل معكم ان شاء الله. قبل ما حولت معكم بانسا تاعي راح ندير لكم انواع لي بانس اللي قلت لكم عليهم اللي كيما قلت لكم هذه هي الفتحه الاساسيه فتحه الصدر هذه اللي تجي من الفوق. كي نسكروها شوفوا نقدروا نسكروا هذه ونزيدوا نوسعوا في هذه من تحت نسوه نعاودوا نوسعوا من هذه نقدروا نسكروها وهذه تقعد شوفوا هنا هذه ماشي كيف هذه تاعت اللي فيها 3 سنتيم هذه هنا زادت يعني كشغل نزحفوها كشغل هذه الاساسيه اللي راني درتها هنايا نزيد هذه نقصته هنايا نعاود نزيد نفتحها باش تتسوالي. هنا راه محبسين عند خط الخصر ماشي هابطين كيما عندي عند الاوراق. بون تقدروا تسكروها تفتحوا من هنايا من تحت تقدروا تسكروا هذه الاساسيه وديروا هذه هي لا ديكو برانسيس كيما هذه قلت لكم هي الوحيده اللي نقدروا نديروها بالباترون العشوائي باستعمال البيروكي. الاخرين لازم باترون ولا الكاباري كاباري اجوستي. تقدروا تسكروها شوفوا هنا راهي مسكره وهذه دائما هي قاعده تسكروها تفتحوا هنايا في الرقبه كما قلت لكم تقدروا تسكروها تفتحوا هنايا فوق الصدر تقدروا تسكروها تفتحوا هنايا من هذه الجهه لتحت هنايا. هذه ثاني اني هنايا دوكا راح نسكروها يفتحوها هنايا ثاني شغل للصدر هذه تجي هذه اللي الفوق تجي ديريكت للصدر وهذه تجي مع خط
تحت خط الصدر شويه. هذه انا هضرنا عليها، تخيطوا هذه، تسكروها تفتحوا هذه توسع لكم. هذه هنايا تقدروا تحلوها هنايا، هذه في وسط الرقبه، الرقبه دائره الرقبه قبيله، وقلت لكم كاينه اللي تتفتح هنا وكاينه اللي تتفتح هنايا، وهذه في وسط الرقبه، كاينه اللي لتحت كاع هنايا. بون كاين عده اشكال وانواع. شوفوا هذه ثاني في الثلث الاخير من فتحه حلقه اليد، ولا هذه لهنايا. دونك كيما بغيتوا وين بغيتوا تحلوها تحلوها. انا كيما قلت لكم راح نديرها لا ديكو برينسيس، يعني هذه شغل مايله. شوفوا كيما كتشوف هنايا، كانت تروح ديريكت وكانت تروح مايله، ماشي شرط. المهم الاساس فيها انه تتسكر هذه الاساسيه وتحلو منين بغيتوا هذا المكان. دونك نكمل نحط تاعي هذه. شوفوا معايا انا هاو الباترون بعد ما حليته، هاو سكرت هذه هنايا. دونك نجيب البيروكي فوالا، سمحوا لي باسكو راني خرجت على توليت. نجيب البيروكي. المهم شوفوا اي هادو هاد القصات نسيت ما قلتلكمش، المهم فيهم انه كل ما تجيو ترجعوا سمحوا لي دقيقه، شوفوا كاع يرجعوا للنقطه بي اللي هي راس الحلمه ولا الصدر، كلهم يرجعوا للنقطه بي. ها كلهم يرجعوا، ماشي زعما تحلون ما بغات لكم تحلون، المهم يرجعوا كي تسكروا هذه تحلوا اي حله توصلوا للنقطه بي باش يخرج البروز تاع الثري. كون ما درتوش هذيك ما يخرج لكمش. دوكا انا واش راح ندير؟ شوف هذه النقطه بي عندي هنايا، انا راح نفتحو كيما ها كيما راكم تشوفوني هنايا. وبعد ما سكرت هذه المهم نوصلوا هنايا، نديرو بهذا الشكل معايير، نفتحو من هنا للثلث الاخير باش يتسوالي. دوك نرسمها ونرجع لكم ان شاء الله. بون هنا كيما راكم تشوفوا كيفاش رسمتها هنايا باستعمال بيروكي، حطيتو اي شكل بغيتو ديروها من الحنيه كاع هكا، بغيتو كيما بغيتو. انا بغيت نحطها كيما هكا باش تجيني ديريكت مع الصدر. دوك كي نفتحها يتحل الباترون تاعي كاع، كيما كنت تشوفوا هنايا طالع هكا مكمش كاع، مكمش لي خاطر سكرت هذه. كي نفتحها يعاود نعاود، كي نفتحها ونعاود نفتح هذه ونسي لاقي بيناتهم يعاود يبرز لي الثدي. هذا ما كان، هذا هو كيفاش هذه التحويل تاع لي فانس. بون انا وريت لكم هذا علاش راني حنحلو هنا، لانه راح نخدمه ان شاء الله المره الجايه. دوك نفتحها نرجع لكم ان شاء الله. بون شوفوا الان بعد ما فتحتها هاي تفتحت هكا تسوات، كنحطو الباترون تاعي. شوفوا يجيني سواسوا هادو مفتوحه خاطر هادي ديجا تسكرت، ها كي نفكسيها على الفرماج تاعي تجيني سواسوا. دوك واش كي نروح اي زعما كي نبغي الموديل اللي خيرته نزيد هادي نفتحها علاش باش نعرف روحي كيفاش راح نرسم البنسة هادي لهنايا. وها هو بالنسبه للباترون تاع الخلف، هذا ما كان، هذا بالنسبه لتحويل البنسة. هذا هو كان فيديو تاع نهار اليوم، نتمنى انه يكون نال اعجابكم، وان شاء الله تكونوا فهمتوني وتقدروا ديروا تحويل البنسة ان شاء الله. اذا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوش ديروا بيك لايك، ما تنسوش تشاركوا هذا الفيديو مع اصدقائكم واحبائكم في شبكات التواصل الاجتماعي لتعمل فائده. اذا عندكم اي اقتراح اي مشاركه اي تعليق اي حاجه ممكن غلطت فيها ولا نسيتها ولا كتبوها لي في خانه التعليقات، مرحبا بجميع تعليقاتكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله باذن الله. الى اللقاء.